لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات في أبواب الأسماء الدالة على الخلق والإبداع، قال: ومنها الحكيم. قال الله عز وجل: والله عليم حكيم. وقال: العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم في مواطن من كتابه العزيز. اقترن اسم الحكيم باسم العليم، واقترن باسم العزيز كثيرا. والحكيم له معان، منها الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يفعل شيئا عبثا ولا سدى، فهو سبحانه وتعالى يفعل كل شيء لحكمة، أي لأمر محبوب ومصلحة للمخلوقين فيما يشرعه، وأمر محبوب يحبه سبحانه وتعالى. وهذه هي الحكم البالغة التي من أجلها قدر الله عز وجل ما قدر من وجود خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، وكل ذلك لحكمة بالغة. والله سبحانه وتعالى حكيم، أي ذو حكمة. والحكمة كما ذكرنا وضع الشيء في موضعه لخير مقصود، خير مراد. الله يريد أنواعا من الخير حتى فيما قدر من الشر، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، بل هو شر لمن فعله ورضي به وأحبه، وهو خير لمن أنكره وقاومه وحاربه وأبغضه في الله عز وجل. لذلك قلنا إن الله عز وجل خلق كل شيء بحكمة. وأيضا هناك حكمة شرعية، شرع الشرائع للحكم ومصالح العباد، فهو سبحانه وتعالى فيما شرع للناس شرعه لتحقيق مصالح لهم ينتفعون بها، وأيضا لتحصيل محبوب لله سبحانه وتعالى، وطاعته في وسط من يعصيه، وطاعته بمقاومة الشهوات والشبهات، فيكون الإنسان يعني في تلك الحال أكمل عبودية، وهذا أحب إلى الله من أن لو كان خلقهم جميعا كالملائكة مطيعين، أو جعل بدلا منهم ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكنه الحكيم سبحانه وتعالى شرع تلك الشرائع لأنه يحبها، وقدر المقادير ليرتب عليها ما يحبه سبحانه وتعالى. وأصل معنى الحكمة في التشريع هو الذي فهمنا به أن الله لم يشرع شيئا بإرادة مجردة، بل شرع لمصالح العباد وخيرهم في الدنيا والآخرة، وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى. Thank you.
ثم الحكيم بمعنى المحكم للأشياء، فهو قد أحكمها وأتقنها وجعل كل شيء بقدره، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض. فهو سبحانه وتعالى أتقن صنع كل شيء، كما قال عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فمعنى الإحكام ثابت أيضا في هذا الأمر، بمعنى أن الله أحكم الأشياء. كيف ونحن نرى مخلوقات معيبة؟ نقول هذا عيب بالنسبة إلى السليمة، ولكن والله كم فيها من وضع للأشياء في مواضعها وإحكام في خلقها على ذلك الغيب، على ذلك العيب فيها نسبة إلى غيرها، ليرينا قدرته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الذي خلقها على ذلك النقص محكما أيضا كذلك، وذلك لأن هذا النقص أظهر للعباد أن الأمور لا تجري يعني بقانون لا يختلف أن هذه الطبيعة للأشياء، بل جعل سبحانه وتعالى نقصا واختلالا وزلزلة في الأرض وهياجا للبحر طوفانا وسيولا وأشياء ليري العباد قدرته، وهي سبحان الله في ذلك كله محكمة. يعني تلاقي المية اللي بتنزل من السماء ماشية بقوانين، قوانين دفعتها إلى يوم البشر يخلفوا ويبنوا في مجرى السيل، تقوم تحصل إيه؟ المية هتجري بقوانين معينة في اندفاع القوة في اتجاه معين محكمة في ذلك حتى تصب مثلا في البحر، وكل ذلك بانضباط يعني بإحكام في الحقيقة. يعني دورة المياه دي، نسبة المية العذبة ونسبة المية المالحة، كل ذلك بإحكام وإتقان تام. كل حاجة في جسم الإنسان بإحكام تام، بنعرفه إمتى؟ لما يحصل خلل. يعني لما نلاقي عندنا قصور في الشرق التاجي والراجل جاله جلطة ووجعه قلبه ونحو ذلك، عرفنا إن الشرايين قطرها ودقتها وسيرها في غاية الإحكام. فلما حصل حاجة في واحد عشان تعرفهم إنه هو محكم في تمانية، واللي حصل ده برضو بإحكام. يعني الشريان اللي اتسد ده كان بيغذي حتة معينة، الحتة اللي جنبيها ممكن يجي لها تغذية من اللي جنبيه، ودي تغذية من اللي جنبيه، لأن له حكمة سبحانه وتعالى في أن يموت هذا الجزء مثلا من عضلة القلب. وهكذا في كل الأجزاء يحصل الاختلال، نقوم نعرف احنا الإتقان الذي هو في سائر الخلق. وأيضا الإحكام في آيات الله المنزلة، يعني معنى الحكيم زي ما قلنا حكيم يفعل شيئا لا يخلق شيئا إلا بحكمة ولا يشرع شيئا إلا بحكمة، فهو كذلك الحكيم المحكم الذي أحكم صنع كل شيء، والذي أحكم آياته المنزلة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالآيات محكمة واضحة بينة يعني قاطعة الدلالة، تبين أن الذي شرعها على أكمل شيء في التشريع. ولذلك هو عز وجل الحكيم في شرعه وقدره، المحكم في شرعه وقدره. قال: ورويناه في خبر الأسامي ثم ساق سنده
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لربي فما لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن موسى. هذا الحديث في فضل هذه الأذكار، قل لا إله إلا الله بدأ بالتوحيد وحده لا شريك له بنفي الشرك، والله أكبر كبيرا، الله أكبر مؤكدا فهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وأعظم من كل شيء، والحمد لله كثيرا له الحمد عز وجل على جلاله وجماله وعلى إنعامه وإحسانه، فله الحمد على الحسن والإحسان، وكثيرا لأننا لو نظرنا إلى نعم الله أو أنواع الكمال له عز وجل لوجدنا ذلك كثيرا لا نحصيه. وسبحان الله رب العالمين، تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن الشريك وعن الولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ذكر العزة، وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وهو الغالب على أمره والقاهر فوق عباده، وهو الحكيم في عزته سبحانه وتعالى وفي كل صفاته عز وجل. الاقتران بين العزيز والحكيم فيه كمال ثالث، فالعزة كمال والحكمة كمال، واجتماع العزة والحكمة كمال ثالث، لأن الناس منهم من يكون حكيما ولكنه لا يكون عزيزا ولا غالبا ولا قاهرا، وإنما يكون حكيما ولكن مغلوبا. ومن الناس من يكون عزيزا بالنسبة لغيره وغالبا ما لا يكون حكيما، بل يكون يتصرف بأنواع من الخلل، وطالما كان هو الغالب فهو يتصرف بمقتضى قهره للناس ولو بالتصرفات الخرقاء. وترى آثار الملوك عبر الزمان تتعجب لماذا صنعوا كل ذلك. بص على الحرم كده تلاقي الهرم ده كله مبني، بيقولوا محدش عارف المبني ليه، أو يعني عشان يحط فيه بني آدم لما يموت. طب كل بتاع ده عشان كده الناس، يعني شيء عجيب، لكن هو علامة على القهر. الناس بنيته ازاي؟ بنيته بالقهر لرغبة بلا حكمة تحصل المصلحة دون ذلك بكثير. الغرض ونفس هذا المعنى في العليم الحكيم. وأما هذا لربي أي في الثناء عليه، فما لي يعني بما أدعو لنفسي، قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الجمل دي اللي يتأملها يرى فعلا جوامع الكلم، لم تدع خيرا إلا ودع الإنسان به، فينبغي الإكثار من ذلك، لأنه بين ذنب يحتاج إلى أن يغفر، وبين ضيق يحتاج فيه إلى أن يرحم، وبين عماية وضلالة يحتاج فيها إلى هداية، إلى يدري ماذا يصنع وماذا يترك، وبين بلاء هو يحتاج فيه إلى عافية،
وكذلك في حاجة وفقر يحتاج فيها إلى رزق. فلذلك جمع الخير كله هذا الحديث. قال الحليمي في معنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. قال أبو سليمان: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء. أبو سليمان الخطابي، أبو سليمان والخطابي. يقول الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، صرف من مفعل إلى فعيل، من مفعل إلى فعيل محكم. ومعنى الإحكام لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية وشدة الأسر كالبقة والنملة. عايز يقول ايه الاحكام اللي فيها؟ لا والله العظيم فيها احكام عجيب. يعني لما تعرف ان في النمل في يعني ال 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 مع ان راسها قد راس الدبوس ولا حاجه، بس عندها نظام عجيب جدا وترتيب للمملكه وتدبير للارزاق وتعاون على مصلحه المجموع ودلالة على الخير. تبص تلاقي نملة شمت حتة سكر هتعمل ايه؟ كل النمل يجي وراها. عشان كده لو حتة سكر وقعت ولا عسل تبص تلاقي النمل ايه؟ يجيهم من ايه؟ نملة شمت، نملة لقت تعمل ايه؟ تروح تبلغ قومها: لو وجدنا كنزا في هذا المكان تعالوا. وتلاقيهم ييجوا ويشيلوا، تلاقي الصرصار اللي مات ولا حاجة كتل النمل تيجي ايه؟ ده اتقان بالغ والله العظيم. النحل اكثر اتقانا وترتيب جوه المملكة، ان في ملكة وفي شغالة وفي ذكور، والذكور دول مهمتهم تلقيح الملكة او ملقحوها يموت، واحد منهم يلقحها بين يموت، ويبقوا عدد محدود. وسبحان الله مخلوقين خلقة عجيبة قوي، مخلوقين من انثى بلا ذكر. ازاي؟ هي خلقة ربنا. البويضات غير الملقحة تصبح ذكورا بنص عدد كروموزومات الخلية في النحل، والكروموزومات الخلايا الملقحة البويضات الملقحة تتغذى غذاء معين تصبح ملكات، تتغذى غذاء تاني تصبح ايه؟ شغالة. يعملوا غذاء الملكات لسبعة تمانية عشان لو واحدة ماتت يبقى التانية تفضل موجودة لغاية ما تيجي ملكة، تبقى ملكة واحدة تنمو وتكبر وتصل لسن البلوغ، يقتلوا تقتل التانيين او الشغالة يجتمعوا عليهم ويقتلوه عشان يبقى فيه ملكة واحدة. والملكة واحدة في الخلية دي هي اللي تلقحها لإيه؟ الذكور. وتلقيحهم عجيب قوي، يعني العضو التناسلي بتاعها بيفضل ايه؟ بيخرج منه ويموت، لان هو بيفقد يعني كل حاجة في اللي في عملية التلقيح دي. حاجة عجيبة جدا. وتلاقي الملكة جسم الملكة او الملكات اللي بتبقى موجودة يعني على الغذاء ده اطول بكتير من الشغالة. الشغالة دول بيعملوا شغل وبعدين بيرتبوا الجزء المسدس ده اتقان عجيب. وبعدين في عيون في عين النملة والنحلة والدبانة، عيون متعددة بيقولوا بتبلغ 20 عين ولا حاجة. سبحان الله. يقول: ما هوش يعني مواثيقة البنية بس محكمة متقنة فيها إتقان التدبير. يقول: كالبقة والنملة، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية وشدة الأسر كالبقة والنملة وما أشبههما من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيهما والدلالة بهما
على وجود الصانع وإثباته، وليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض. يعني فعلا الدلالة على الخلق في النملة يعني واضح جدا على وجود الخالق سبحانه وتعالى زي خلق السماوات والأرض، مع أن خلق السماوات والأرض أكبر، ومع ذلك في إتقان وإحكام بالغ، حكمة بالغة، إتقان تام. الإنسان ما يفكر في الإحكام العجيب ده، وإن كل حاجة لحكمة. يعني أنت مثلا تبص تلاقي عندنا كده إيه، يبقى الشريان والوريد وفي خرم طالع منه الإيه، العصب، يوم العصب يعدي من الخرم عشان ضيق، واللي هو جوزة العظم قصدي الشريان والوريد اللي يعدوا من الخرم دول علشان ما فيش حاجة تكمشهم وتوقفهم، والعصب يبقى برة، يبقى كل حاجة فيها إتقان. الخلايا بتاعت جسمنا واحنا بنتكون بتهاجر من حتة لحتة. يعني على سبيل المثال الأعضاء التناسلية اللي هي جزئين، مصدر الخلقة اللي هو المبيضين والخصيتين، والأعضاء التناسلية اللي هي بيتم بها فعل النكاح. الأعضاء اللي هي فيها التناسل والتكاثر بتبقى مهاجرة من الظهر من فوق، من الأورطة الظهري، وعشان وهي بتبقى في المكان ده الأصلة. يعني الخلايا دي بتبقى في ظهر الإنسان من فوق، ولذلك بتهاجر وتنزل في الحوض في الإناث، وتبقى في الحوض وبعدين تنزل خارج الجسم خالص في الذكور، علشان درجة الحرارة المناسبة لتكوين الحيوانات المنوية لازم تبقى أقل من درجة حرارة الجسم. البويضات ما فيهاش مشكلة. فسبحان الله إتقان بالغ. فمثل هذا في إحكام في كل شيء، إحكام في نسبة كل عنصر من العناصر في جسمنا، لو نقص أو زاد عن قدر محدد. المواد الغذائية وياخد ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويصنع بقى كربون ومية وأكسجين وطاقة تؤدي إلى نتيجة. والحاجات دي بتحصل في كل نبات على الوجود بإتقان بالغ، بس بيطلع نتيجة تختلف عن بعضها في الأكل، بس النظام واحد، النظام متقن غاية الإتقان. الشمس دي لو ما طلعتش بهذه الطريقة النباتات دي مش هتنمو بهذه الطريقة، مش هتموت. لو ما فيش شمس ما فيش طاقة ضوئية،
وكذلك الطاقة الحرارية وطاقة المغناطيس. الطاقة المغناطيسية في الشمس اللي مخلية الكواكب تلف حواليها وتلف حوالي نفسها، لأن بدون طاقة مغناطيسية مش هيحصل الانتظام ده. وبعدين الحاجات دي محكمة متقنة غاية في الإتقان بالثانية. زي ما بقول لكم كده، النهاردة المغرب على كام؟ 38. وامبارح هتلاقي كل 3 ايام او يومين تتغير ايه؟ دقيقة. هي في الاصل، والفجر بقى بيقعد 4 دقائق على ما يتغير ايه؟ يعني اذا الاتقان ده في 15 ثانية في اليوم من الاجرام الهائلة دي، ومتقنة بال 15 ثانية. وتلاقي الكواكب التانية متقنة في دورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس، يومها ينفع يتحسب ويتحسب بالساعة والدقيقة، ومختلف عن يوم الأرض، وسنتها مختلفة عن سنة الأرض. ممكن بعض الكواكب السنة بتاعتها 223 أظن المشترى ولا زحل، حاجة 200 سنة على بال ما يلف حوالين الشمس يبقى يجيله صيف وشتاء بتاعه. بالنسبة يعني شيء عجيب، الألوان العجيبة اللي حوالين كوكب زحل، الإتقان العجيب في ألوانها دي، لو شفتوها بتلسكوب هي بتترسم طبعا، لكن بتتشاف بالتلسكوب هتلاقوا الألوان موجودة. طب إيه الحلقات دي؟ لسه الناس محتارة، بس متقنة جدا ومفصلة. هقول لك، الضوء المكون من 7 أطياف، لما بتحط منشور ولا بتلاقي قوس قزح بتلاقي الألوان دي إيه؟ الضوء ده تحلل بالمنشور وعطاك 7 ألوان، قدرة عجيبة وإحكام بالغ وترتبة ترتيب عجيب. فالإحكام تام في خلق السماوات والأرض وفي خلق البشر وفي خلق المخلوقات الدقيقة، فكل ذلك دال على وحدانيته عز وجل. يقول: وسائر معاظم الخليقة، ليس خلق النملة بأقل بدون الدلالة على وحدانية الله وخلقه من خلق السماوات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة، خليقة عظيمة. وكذلك هذا في قوله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر، فإن هذا معدوم في القرد والخنزير، ما هو شكل وحش، ما بيقول يعني والدواب وأشكالها من الحيوان، وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل خلق من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه، هي على ما أراد، على ما أراد أن ينشئه عليه. وإبرازه على الهيئة التي أرادها أن يهيئه عليها، كقوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم لك الحمد أنت العزيز الحكيم. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.